صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة. كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر، وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليستس دي هتلاقي فيها كل ما يخص السي شارب بفضل الله. هتلاقي فيها 80 حلقة جزء للأساسيات، و 120 حلقة جزء للفورمز والتولز الخاصة بيها، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالASP.NET للويب للسي شارب، وهتلاقي فيها 300 حلقة خاصة بقواعد البيانات باحترافية بفضل الله، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة بتضم كل الفيديوهات دي علشان لو انت عايز تتفرج عليهم مرة واحدة وتذكرهم مرة واحدة ككورس كبير، ولو انت كمان عايز تتفرج عليهم ككورسات صغيرة اجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي الا وانت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون اقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة اكاديمي www.hassuna-academy.com وتدخل على انضم الينا، وتدخل على انشاء حساب، وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات او حاجات في الشاشة الرئيسية او تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 830 من كورس سي شارب دي بي اكزامبلز بارت. دلوقتي بفضل الله عاوزين نظبط البرمجة الخاصة بشاشة الموظف. طيب اول حاجة اختار صورة. ماشي، اختار صورة للموظف. تمام، دبل كليك على الزرار. اول حاجة هعمل open file dialog هسميه OFD بيساوي new open file dialog قوسين فاضيين وسيمي كولوم. ال OFD dot title بيساوي اختر صورة. تمام، وال OFD dot filter بيساوي images كده asterisk dot jbg semicolon asterisk dot bng ودي semicolon في الاخر. وعندك f لو لقيت ال ofd dot show dial بيساوي dialog result dot ok ادخل هنا. ليه؟ بعد ما تدخل تبدأ تتأكد، تبدأ ايه؟ تتأكد، تقول له اف. لو لقيت فايل الجاية طبعا هتهنى انت دوت اكزيست لايه؟ للاو اف دي دوت فايل ايه؟ فايل نيم. فايل ايه؟ فايل نيم. لو كده، لو هو فعلا اكزيست يبقى حطه لنا في txt ايه؟ txt path image.txt بتساوي الايه؟ ال ofd.filename file. ادي كده في البداية. خلاص حطه لنا هنا. ويا ريت كمان لو نعمل bit map حلوة كده نسميها bmb، ودي بتساوي new من ال bit map، وهنا image.from file
طبعا من التكست دي بقى خلاص خدناه والتكست او على طول من هو من ofd.filename. ويا ريت لا مش هنا ثواني، لا بره هنا كوما، يا ريت لو ايه new size ايه يكون 100 في 100 زي ايه زي ما عملنا اهو، بس فاهم 100 في 100 تمام. بس بعد كده البيك ام بامج دوت امج بتساوي البي ام بي، بس بعيد عن الفايل خالص، خلاص جابها من الفايل مره واحده تمام كده. دي الصوره كده، دي خلاص كده الصوره. جرب معايا بقى حاجه اللي خلاص هنجربها. دوس هنا بقى على الموظف كده، ندوس كده على اختار صوره اهي. هات طبعا مش هيبان لك اي صور، ده هات الصور هيبان لك الصور كلها. هات مثلا الصوره دي اهو، اختارها لك شايف، اختارها لك وظبطها لك بعيد عن الفايل خالص، وحط لك الباص هنا اهو ما بغيرش فيه. خلاص كده دي البدايه. طيب خلاص، موظف جديد، موظف جديد، الهواتف متبرمجه خلاص. موظف جديد. طبعا احنا عايزين نعمل هنا private void clear and auto كده، نقول ايه طبعا ال txt mbnum dot text بتساوي db dot get data، وهنا هقول له ايه، هقول له select max لل employee underscore number زائد 1 from ال employee. حلو كده، انت هترجع لي data table ويبقى dot rows رقم 0 الكولومز رقم 0 دوت تو سترينج وقوسين، هنا وقوسين فاضيين وايه سيمي كول. لو لقيت التي اكس تي ام بنم ده دوت التكست دوت الترم بتاعه لو بيساوي فاضي يبقى ده اول واحد، يبقى ده اول موظف عندي. يبقى تي اكس تي ام بنم دوت تكست بتساوي 1 سيمي كول، دي البداية. بعد كده تي اكس تي امب نيم دوت تكست بتساوي فاض. بعد كده تي اكس تي بالترتيب بقى كده، الرقم بعد كده الاسم بعد كده العنوان، تي اكس تي ادرس، لا النيم الاول، تي اكس تي امب نيم دوت تكست بتساوي فاض، تي اكس تي ادرس دوت تكست تساوي فاض. بعد الادرس، قبل الادرس النوع، النوع نرجعه له ذكر ولا نسيبه هو يختار، مش عارف يعني، على حسب هو شغال على ايه، الاكتريه ايه. يعني انا متهيألي الافضل نرجعه له الاصل اللي هو ايه ذكر، او هنا كده rdo mail dot checked بتساوي true. ايه رايك؟ ماشي. بعد الادرس الرقم القومي txt nation number dot text بتساوي فاض. بعد كده عندك التاريخ الميلاد، تاريخ الميلاد بقى مش هغير فيه لان هو اصلا كده كده مكتوب فيه تاريخ. هو مثلا لو عنده مواليد كتيره من مواليد 80 1980 اجي انا اغيرها له 90، خليها زي ما هو. المؤهل برده مش هلعب له فيه لان مؤهل كومبو بوكس، والحاله الاجتماعيه نفس القصه كومبو بوكس تمام كده. طيب
بس بالنسبة للصورة، بالنسبة لإيه للصورة، طبعا التي اكس تي باص بتاعها على طول ايه فضي عشان نعرف هو اختار ولا ما اختارش. والصورة نفسها البيك اند ايمج دوت ايمج بتساوي نيو بيكتشر بوكس، نيو بيكتشر بوكس قوسين كده دوت ايه الايمج بتاعت النيو دي، دي الصورة يعني بس. والبي تي ان، لا بي تي ان ايه بقى، طريقة الإدارة الأولانية يعني واحد سبحان الله واخد عليها خلاص كده. هو هنا بيعمل موظف جديد، موظف جديد دي اللي هو ايه يهيأ له الشاشة يعني، خلاص يهيأ له مين؟ يهيأ له الشاشة اهي كلير اند اوتو هنا اهي، بس مش هيعمل حاجة تانية. كلير اند ايه؟ اوتو. وطبعا في اللود بتاعها لازم ايه؟ كلير اند اوتو. خلاص شغل بقى كده، هات لنا دي كده. لا ما عملش ليه؟ كلير اند اوتو في اللود، بقول له هو لو فاضي حط فيه واحد. لم 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 جاي بتفضيه بعد ما حطيت. لا 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 كتر خيرك مش مشكلة تحصل كتير. المهم في الاخر دي اكس تي امب نيم دوت سيلكت. طيب شغل بقى كده، هات لنا الموظف اهو كده ايه مترقم اهو، واقف لي عند الاسم عشان ايه ادخل كل حاجة. تمام خلاص اقفل بقى دي كده، وهات الشاشة دبل كليك على اضافة. اقول في الاول اف لو لقيت ال تي اكس تي امب نم دوت تكست دوت تريم بتساوي فاضي يبقى في ايه في مشكلة. مسج بوكس ممكن لو سمحت ايه رقم الموظف فارغ بالشكل ده كده ماشي. ناخد من الكلام ده كوبي كده ونحطه هنا بيست، بس هنزود طبعا إلس لان انا محتاجه يعملها بالتسلسل ده. وهنا هتبقى ام بي ايه ام بي نيم، وهنا اس للموظف ولا اس الايه الموظف. حلو كده. النوع طبعا مش هنعمل له فاليديشن لان كده كده انا مختار له الذكر. تمام نعمل ايه بعد كده للعنوان؟ ايه ادرس ماشي عنوان عنوان تمام كده. نعمل كوبي من ده، نعمل ايه تاني بعد العنوان؟ نعمل الرقم القومي خلاص. ادي ايه النيشن مام ايه الرقم القومي فارغ خلاص كده. تمام طيب الرقم القومي، الرقم القومي فين الرقم القومي؟ هات الايفنت بتاعته كيبرس، مش كيبرس مناسبة صح؟ ولا كانت كي داون؟ هي كيبرس، كيبرس اهي بالظبط. اندرويد ماشي. اف لو لقيت الاي دوت كيتشر، كيتشر لو لقيت char dot is digit اللي اللي dot key char لو is not digit يبقى e dot hundred تساوي جرب كده
في حاجات لازم تدخل ارقام يعني. ارقام صح كده، ما تدخلش اي حاجة غير ايه؟ غير ارقام بس، بسرعة بسرعة يعني كده. طيب وصلنا لإيه؟ تعالى وريني الرقم القومي ثالث. بعد الرقم القومي في ايه؟ عندك تاريخ الميلاد، ده مش هنعمله تحقق لان كده كده هتحط له تايم بيكر. وعندك بقى المؤهل والحاله الايه الاجتماعيه. خد من ده كده كوبي، ايه واحد للمؤهل وواحد للحاله الاجتماعيه، ده الرقم القومي خلاص. ده ايه؟ واحد للمؤهل، ايه كواليتي كواليفيكيشن فين ما سميناهوش ولا ايه؟ CBX qualification dot text dot trim كذا كذا. المؤهل هنا، المؤهل فارغ، وهنا المؤهل الحالة الاجتماعية CBX. اوكي CBX state كذا الحالة الاجتماعية، الحالة الاجتماعية فارغة بس. فارغة دي يعني هو كمان ايه يعني؟ بص فارغة دي يعني عمل ايه؟ يعني عمل كده بص وراح جاي. يعني انت مثلا ايه لو دوست على كده قال لك الاسم فارغ، لو عملت كده مش هيقول لك الاسم فارغ، يقول لك العنوان. مليت العنوان ومليت الرقم القومي كده مش هيقول لك حاجه. تيجي انت بقى هنا وتروح عامل كده غلاسه. وصلت الفكره؟ بس نيجي بقى احنا هنا بعد كل واحده فيهم اهو، يعني خد دي كده كوبي وحطها هنا ايه بيست، وخد دي كوبي وحطها هنا بيست، وخد دي كوبي وحطها هنا بيست. شوف بقى الاستعجال بقى، ها وخد دي كوبي وحطها هنا بيست، وخد دي كوبي وحطها هنا بيست، وخد دي كوبي وحطها هنا بيست. خد بالك دوت سيلكت وسيمي كوبي، خد دي كوبي بقى حطها ايه بيست 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 بيست. لا دي مالهاش خطأ في الداتابيز اصلا خلاص. وعايزين كمان برضو ايه يا جماعه نتحقق من الصوره لو سمحت. هنا لو لقيت ال txt باص ايمج فاضي يبقى ايه رجاء اختر ايه صوره، لابد من اختيار صورة. تمام. وهنا ايه بقى شيل الكلام ده، هو يختار بقى صورة خلاص. بعد كل ده إيه؟ هو هنا الاضافة بقى خلاص. انت كده تحققت من مدخلاتك ايه كلها ما عدا الهواتف صح؟ لا الهواتف ممكن على فكرة سهل قوي تحقق منها يعني. اهو اهو خد ال سي اف ثانيه كده بيست، وهنا هتعمل ايه بقى؟ شيل كل ده. بص انت هتجيب من الاداه اللي هي فونز امب دوت جيت ايه؟ جيت اللي يعجبك بقى، جيت فونز من اللي يعجبك، جيت فونز از داتا تيبل خلاص. بعد كده دوت روز دوت كاونت، لو اقل من الواحد يبقى هو ما دخلش ولا رقم تليفون. وصلت معاك الفكره؟ لابد من اختيار هاتف على الاقل، فاهمني؟ اهو وصلت معاك الفكره؟ جرب كده حتى اوريك بسرعه. اهو هات الموظف، بص دخل اي حاجه في الاسم، ودخل اي حاجه في العنوان، ودخل اي رقم ماشي كده. بص الصوره يقول لك اختر صوره، ماشي تعال اختار اي صوره
كده انت اخترت صورة خلاص. بص كده ما دخلتش ولا هاتف. دوس. بص لابد من اختيار هاتف على الاقل. لو جيت دخلت هاتف واحد هيسقط. اهو. شفت؟ يعني الاداة كمان بتتحقق منها براحتك، مفيش مشكلة فيها. مفيش مشكلة في الاداة بفضل الله. خلاص نرجع بقى نكمل هنا بقى الايه؟ هنا الاضافة يبقى تراي وكاتش. كاتش اي اكس. وهنا لو حصل اي حاجة مسج بوكس اكتب لي بتشو واكتب لي ايه؟ اطبع لي عليها المسج. بس تعالى بقى هنا ايه؟ نشتغل. هنا احنا محتاجين نضيف الموظف الاول قبل ما نضيف اي حاجة تانية. يعني احنا هنا هنضيف الموظف قبل ما نضيف اي حاجة تاني. خلاص؟ طيب احنا كده برمجنا الشغل الخاص بالموظف. بص كده بفضل الله عملنا الصورة تمام، وعملنا موظف جديد وهيئنا للإضافة وظبطنا كل الحاجات دي مع بعض بفضل الله، وتحققنا قبل الايه؟ قبل الإضافة. كود الإضافة المرة القادمة إن شاء الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة أكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما انك اي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها للناس.